طيب، إذا نحكي الآن، كنا نحكي المرة الماضية عن الفلتر ميديا اللي هي الوسط اللي بيعلق عليه الشوائب أثناء عملية الفلتريشن. وإحنا طبعاً الفلتر ميديا أنواع، حكينا المرة الماضية أنواع الفلتر ميديا اللي ممكن تستخدم، ممكن تكون فلتر كلوث، ممكن تكون ووفن واير كلوث، ممكن تكون ميتاليك، ممكن تكون برضه بلاستيك زي النايلون، بلاستيك ماتيريال استخدم يعني لصناعة الفلتر ميديوم. الآن اختيار النوع والأوبنينج للفلتر ميديا هاي كلها بتعتمد على شو احنا بدنا من عملية الفلتريشن. إذا بدنا نعمل ستيريل فلتريشن بصير بدنا requirements معينة، إذا بدنا نعمل فلتريشن فقط لإزالة الشوائب بدنا requirements مختلفة. فإذا عادة إحنا لإزالة الشوائب نستخدم فلتر الأوبنينج إله تقريبا 5 مايكرومتر سايز إله، فهذا بيزيل كل الشوائب اللي هي ممكن إنها تنشاف بالعين المجرد. فلتر إيدز المقصود فيها هي مواد تضاف أثناء عملية الفلتريشن بتساعد على عملية الفلتريشن إنها تحافظ على الريت أوف فلتريشن ظلها تقريبا مرتفع. حكينا واحد من المشاكل اللي ممكن تصير أثناء عملية الفلتريشن إنه الريزيديو اللي هو الراسب اللي بيعلق على سطح الفلتر ميديوم بتزايد مع الوقت، وبالتالي ممكن يسكر الفلتر ميديوم أو تزيد الريزيستنس أوف ذا فلتريشن وبالتالي بيقل الفلوريت. فمع عملية الفلتريشن هم نحكي الآن عن باتشز كبيرة السايز إلها كبير، ممكن يكون 5000 لتر مثلا بدنا نعملهم فلتريشن، فبالبداية بتكون الفلتريشن سريعة لكن بالآخر ممكن تصير ريت اوف فلتريشن بطيئة نتيجة للاكيوميليشن اوف ذا ريزيدجو. الفلتر ايد شو بيعمل؟ الفلتر ايد مادة نضيفها على البريباريشن. الآن هاي المادة شو بتعمل؟ يعني ممكن هاي المادة نضيفها على نفس الفورميليشن، على نفس الليكويد اللي احنا نعمل له فلتريشن. هاي المادة ما بتذوب بالسائل، هي solid particles غير ذائبة بالسائل، في لها طبعا مواصفات معينة، لكن وجودها شو بيعمل؟ بيمنع انه الريزيديو اللي بده يترسب على سطح الفلتر ميديوم يكون متماسك ونون بورس، يعني زي كأنها بتعمل فواصل او مساحات ما بين الريزيديو particles علشان تخلي البوروسيتي للريزيديو عالية. فإذا هذا الشغل تبعها هاي الفلتر ايد. يعني هون إذا شفنا الرسمة، يعني هون without filter aids هذا الممبرين أو خلينا نحكي الفلتر ميديوم فيه بورز الفتحات، طبعا السائل هنا اللي هو فيه شوائب بمر. الآن تم عملية الفلتريشن أو الكلاريفيكيشن، نلاحظ انه هنا الشوائب هاي ممكن تسكر البورز اللي موجودة عندنا، فمنضيف ممكن نضيف فلتر ايدز بعض المواد اللي ممكن شو تعمل طبقة على سطح الفلتر ميديوم بورس ريجن، منطقة البوروسيتي لها عالية، وهاي الطبقة اللي هي فوق الفلتر ميديوم بتصير هي اللي تحجز الشوائب وبتبعدها عن بعضها البعض، وبالتالي بتمنع تكون نون بورس ريزيديو على سطح الفلتر ميديوم. وجدوا انه هاي الطريقة بتحسن من الفلوريت اثناء عملية الفلتريشن، لكن طبعا في خطورة انه اضافة الفلتر ايد الان هو نفسه مادة انت عمالك بتضيفها على الفورميليشن، ففي خطورة انها تكون توكسيك او يكون ممكن يكون لها سم نيجاتيف، خلينا نحكي سم نيجاتيفيتي نتيجة لوجودها في الفورميليشن اثناء عملية الفلتريشن، فاختيارها بده يكون اذا بحذر. The duration of a filtration cycle and the clarity attained can be controlled by variation of density, type, particle size, quantity of the filter aid used. If the quantity of the filter aid, يعني the quantity of the filter aid greatly influences the filtration rate. If too little filter aid is used, the resistance offered by the filter aid is greater than if no filter aid is used because of added thickness to the cake. يعني في عنا كمية مناسبة
لاستعمال الفلتر ايد. اذا استعملنا كميه قليله او استعملنا كميه كثيره بالحالتين ممكن نزيد الريزيستنس بدل ما انه احنا نقللها، وبالتالي يعني استعمال الفلتر ايد بده يكون بحذر. At low concentrations of filter aid, the flow rate is slow because of low permeability. As the filter aid concentration increases, the flow rate increases and peaks off. يعني بوصل القمة. Beyond this point, the flow rate decreases as the filter aid concentration is increased. نشوف هون هاي الرسمة، رسمة بسيطة لكن هي يعني بتبين لي الفلو ريت، سرعة الفلتريشن. هاي الوحدات وحدات أمريكية، جي بي ام جالونز بير مينت، يعني وحدات فوليوم بالنسبة لوحدة الزمن. الفلو ريت سرعة التدفق، وهون عندنا على الاكس اكسس اللي هو الفلتر ايد كوانتيتي، كمية الفلتر ايد المستعملة. فإذا كمية الفلتر ايد زي ما احنا ملاحظين هون بدينا فيها قليلة بيكون الفلو ريت قليل، وهكذا كل ما زدنا كمية الفلتر ايد بتزايد اللي هو الفلو ريت حتى نصل لقمة. بعدين إذا استعملنا كمية كبيرة بالغنا يعني باستعمال الفلتر ايد بتصير له تأثير عكسي، لأنه إحنا عمالنا بنزيد من الريزيجو، حجم الريزيجو اللي على السيرفيس اوف ذا فلتر ميديوم، وبالتالي بيصير في تأثير عكسي له. ففي عندنا اوبتيموم أو مكان مناسب خلينا نحكي لكمية الفلتر ايد اللي لازم نستعملها بالفورميليشن. The filter aid performs its functions physically or chemically. يعني ممكن يكون هو عبارة عن physical barrier أو ممكن chemically يصير في some sort of reaction. إحنا يعني بدنا نحكي عن هذا السلايد بالفلتر ايدز، بهمنا إنه الكاركترستكس of filter aids إنه it should have a structure that permits formation of a pervious cake. Pervious cake يعني الكيك هاي أو الريزيجو الراسب بده يكون pervious، يعني فيه نفاذية عالية، نفاذيته عالية للريزيجو اللي بتكون عنه. It should have a particle size distribution suitable for the retention of solids. It should be able to remain suspended in the liquid. It should be free of impurities inert to the liquid being filtered. يعني ما يجي يعمل لي هذا الفلتر ايد خلينا نحكي يذوب بالسائل أو يعمل مشاكل ممكن بعدين تظهر بالفورميليشن. It should be free from moisture in cases where the addition of moisture to the fluid would be undesirable. فإذا يعني استعمال فلتر ايدز بصراحة بده يكون بحذر شديد. The particles of filter aid must be inert, insoluble, incompressible, و have irregular shape. Examples عندنا هون كمان شوي بنشوفها. Filter aids can be classified from low flow rate, fine, mean size in the range of 3 to 6 micrometers. والفاست فلو ريت بتكون كورس، البارتيكل سايز 20 ل 40 مايكرون. كلاريتي اوف فلتريت از انفرسلي بروبورشنال تو ذا فلو ريت. يعني اذا بستخدم هذا اللو فلو ريت بزيد الكلاريتي، واذا استخدمنا الفاست فلو ريت بتقل الكلاريتي، فحسب احنا ايش اللي بدنا اياه. اكزامبلز عندنا هون دايتومايت، البيرلايت، سيليلوز ممكن استعماله، أسبستوس هذا طبعا أكيد في عليه مشاكل استعمالاته الآن فغير مستعمل حاليا، الكربون ممكن استعماله برضه. الآن برضه بدنا ننتبه لشغلة إنه ممكن يصير adsorption لبعض الأكتيف ingredients على surface of the particles للفلتر ايد أو حتى للفلتر ميديوم. على كل حال يعني الفلتر ايد طريقة الابليكيشن لإله، إما إحنا نعمل pre-coating للفلتر ميديوم أو منضيفه على البادي ميكس، يعني منضيفه مباشرة على الفورميليشن. يعني بدنا نمشي هون بسرعة، اقرأوا لوحدكم هذا يعني هاي المعلومات. إذا بكفي يعني اللي إحنا يعني لغاية الآن أخذناه فيما يتعلق بالفلتر ايد. ننتقل الآن على موضوع الفلتر سيليكشن، اختيارنا للفلتر. اختيارنا للفلتر الآن بيعتمد على what is to be filtered, liquid or gas. الآن طبعا يعني أغلب الصناعات الدوائية احنا بنحكي عن filtration of liquids، مثلا إذا حضرنا syrup formulation شراب
بمرحلة معينة على الأغلب بدها تكون تسبق يعني عمليات التعبئة، بدنا نعمل فلتريشن، وإذا بهاي المرحلة بدنا نمرر هذا السائل على الفلتر ميديوم نعمل فلتريشن. لكن بعض الأحيان ممكن نعمل فلتريشن لغازز برضه، فبيختلف إذا نوع الفلتر ميديوم حسب نوع يعني الليكويد أو بدنا نستعمل فلتريشن غازز. The type nature of the liquid or gas to be filtered. The pore size required to remove the smallest particles. كم فتحة الفلتر ميديوم اللي بدنا إياها علشان نعمل filtration. بدنا نشيل الشوائب اللي هي موجودة عندنا ومبينة أو ممكن تظهر بالعين المجردة، يعني بدنا 5 مايكرومتر تكون الopening عشان نضمن أن نحجز كل الشوائب هاي اللي تنشاف بالعين، أو بدنا لا درجة أعلى من الكلاريتي. The desired flow rate، طبعاً هنا يعني في عنا شغلات متعاكسة مع بعض البعض. إذا بدنا نعمل flow rate عالي يعني بدنا نحاول أن نقلل resistance of the filter medium، وبالتالي بدنا نختار filter يكون pore size إله نوعاً ما يعني كبير، بس هذا ممكن يأثر على الكلاريتي. فالحل إنه إحنا ممكن نزيد surface area of filtration, area of filtration، أو ممكن نعمل pre-filtration وهكذا. في عدة خيارات حتى نحسن الفلوريد. The operating pressure، بدنا الفلتر ميديوم يتحمل البرشر اللي هو بده يكون على الأغلب في pump، مضخة بتضخ السائل علشان تزيد من الفلوريد، وبالتالي بدنا الفلتر ميديوم يتحمل هذا البرشر اللي بدنا نستعمله أثناء عملية الفلتريشن. The operating temperature، حكينا قبل هيك إنه إحنا مرات بنحتاج إنه إحنا نرفع درجة الحرارة حتى يعني نقلل ال viscosity of the liquid، وبالتالي نسرع الفلو ريت. شفنا المعادلة قبل هيك إنه الفلو ريت تتأثر عكسيا باللزوجة، فإذا قللنا اللزوجة بنزيد الفلو ريت. كيف نقلل اللزوجة؟ عن طريق رفع درجة الحرارة. The intended process clarification or filtration. لمرات يعني يعني هل إحنا بدنا نعمل clarification؟ بعض الأحيان شو بنعمل علشان نزيل بعض الشوائب؟ منبرد ليش؟ علشان نقلل الذائبية، نقلل يعني بالعكس هون بصير منبرد ليش؟ علشان نقلل الذائبية، وبالتالي لما نعمل فلتريشن أي شوائب بدنا إياها تطلع من المحلول ممكن تترسب، وبالتالي نأخذها. ممكن إما إحنا بيكون هدفنا هون الراسب نفسه اللي ترسب أو علق على سطح الفلتر ميديوم، أو بدنا نعمل كلاريفيكيشن تنقية بشكل أفضل للسائل. فيعني في موازنات، أو خلينا نحكي معادلات، خلينا نحكي توازنات بدنا نعملها على حسب انه كم الفلوريت اللي بدنا اياها، شو نوع السائل اللي بدنا نعمل له فلتريشن. كل هاي عوامل بتاثر على اختيارنا للفلتر ميديوم. كونتينيوس اور باتش فلتريشن، في بعض الفلترز بتكون كونتينيوس يعني بتشتغل 24 ساعه هي بتنظف حالها، او في يعني فلترز بتكون ايش باتش، يعني الباتش عبارة عن مثلاً 5000 لتر، بس نخلص الباتش خلص خلصنا هيك من عملية الفلتريشن، بتغير الكارترج أو بتغير الفلتر الموجود عندنا. The volume to be filtered, time constraints. الآن ال time constraints هون مرات ما بنقدر نخلي السائل لفترة طويلة حتى يصير له فلتريشن، بنكون بحاجة إن نعبي بسرعة. هنا المشكلة إنه اللي ممكن تظهر عنا إنه أثناء عملية انتظار السائل عملية الفلتريشن، يعني بدي أرجع لنفس المثال، 5000 لتر يعني 5 متر مكعب بدي أعملهم فلتريشن. إذا الفلتريشن ريت بطيء، مشكلة إنه الحجم هذا من البريباريشن أو من الفورميليشن ممكن نستنى فترة طويلة، ممكن تظلها مثلاً 24 ساعة عملية الفلتريشن، وهذا وقت طويل. ممكن يصير في مايكروبيال جروث بالفورميليشن خلال هاي الفترة، أو أني أذر يعني خلينا نحكي instability issue ممكن تظهر على الفورميليشن
خلال فترة الانتظار عبين ما السائل تم فلترته بشكل كامل. بهيك حالة الحجم الآن والوقت، كم الحجم بدي أعمله فلتريشن وكم الوقت اللازم أو اللي بقدر أنا أستنى على الفورموليشن حتى يصير لها فلتريشن، هذولا يعني بيأثروا على الفلوريت اللي هو ديزايرد، وبالتالي يعني بنقرر شو السوتبل فلتر ميديوم اللي بدنا نختاره. The optimum system often requires use of a series of filters in a single multi-layered filter containing layers of various pores, pore sizes or a pre-filter followed by a final filter. يعني طريقة الفلتريشن المفضلة إنه يكون في عنا الفلتريشن على مراحل، مرحلة البور سايز كبير، مرحلة اللي بعديها البور سايز أصغر وهكذا، يعني هاي يعني بتخلي الفلوريت منتظم بشكل أفضل. Non-sterile operations، إذا ممكن نقسم الفلتريشن ل two operations، non-sterile operations والsterile operations. Non-sterile operations زي مثلا الشرابات، الشرابات كلياتها اللي بتتاخذ عن طريق الفم هاي طبعا non-sterile غير معقمة، لكن في requirements معينة للميكروبيال contamination أو الميكروبيال لود اللي موجود فيها، لكن هاي بنعتبرها non-sterile operations أو non-sterile formulations. إذا مرة ثانية الشراب اللي بتاخذ عن طريق الفم هذا غير معقم، يعني لو جيت أحلله ممكن ألاقي فيه بكتيريا. هلا في شروط وقيود تتعلق بنوع البكتيريا هاي وكميتها الموجودة بالنونستيريل فورميليشنز. الستيريل فورميليشنز زي الانجكتابلز أو الأوفثالميك بريبريشنز لا، ممنوع يكون موجود أي نوع من أنواع المايكرو أورجانيزمز زي البكتيريا والفنجاي بالفورميليشن. وبالتالي يعني هذا الفرق بين non-sterile operations وال-sterile operations. The non-sterile operations, the particulate matter above 30 to 40 micrometer particles may be noticeable. يعني إحنا إذا حدا طلع على formulation خلينا نحكي أو على solution خاصة إذا كان ملون وبعلبة شفافة زي الماوثوش مثلاً، إذا كان مش مفلتر بشكل جيد ممكن يعني تنفذ خلينا نحكي بعض الشوائب، وإذا في حتى بارتيكل واحدة واحد دقق فيها ممكن يشوفها بتسبح جوا الفورميليشن. هذا طبعا not acceptable. Particulate matter above 30 to 40 micrometer may be noticeable، ممكن انها تنشر. Most pharmaceutical filtrations aim to removal of particles of 3 to 5 microns or less. وبالتالي احنا مشان نكون بالسيف سايد بنسعى ان نشيل كل البارتكلز اللي السايز لها اكبر من 3 مايكرومتر. وسيله القياس للكلاريتي اوف ذا فلتريت نستخدم لها جهاز اسمه نفلوميتر. نفلوميتر از ان انسترومنت ذات ميجرز ذا ديجري اوف لايت سكاترينج ان دالوت سسبنشن كان بي يوزد فور اسيسينج فلتريشن افكتيفنس ان ذس رينج. اذا النفلوميتر بيعطيني قراءة بتفيدني على درجة النقاوة للسائل، فبعد الفلتريشن بقدر أنا أفحص السوليوشن وأشوف إذا كان عملية الفلتريشن كانت بروبر أو لا حسب ما بيعطيني الجهاز قراءة بالنفلوميتر. إحنا بعدنا بنحكي بالنونستيريل أوبريشنز. إذن the nephlometer gives a quantitative value that represents the quantity of solids suspended. This value may be used to compare results using different filtration media. يعني ممكن احنا بالتجربة نجرب different filter media وبعدين نيجي نشوف ال degree of clarity والflow rate وبناء عليه نقرر اي الافضل لنا بالformulation. If an existing process is to be shifted from paper on a filter press to cartridge, the nephlometer permits selection of an element that gives comparable performance. بلكي لحقنا هلا كمان شوي بورجيكو انواع الفلترز المستخدمه بالصناعات الدوائيه، ممكن تكون cartridge filters، ممكن تكون press filter press بنسميها filter press. وبالتالي يعني إذا بدنا نغير من نوع فلتر لنوع ثاني ممكن نلجأ للنفلوميتر عشان يبين درجة النقاوة.
The technique also may be applied to assessment of filter aid effectiveness by determining transmittance or nephelometric value as a function of filter aid type. يعني هون هاي الرسمة بتبين لي اللي هي النفلومتريك فاليو اللي بتطلع والبوروزيتي اوف فلتر ميديوم. فطبعا هون كل ما كانت البوروزيتي للفلتر ميديوم اكبر، يعني هون 1 مايكرومتر، 3 مايكرومتر، 5 مايكرومتر الى اخره، اذا هاي اتجاه زياده البوروزيتي للفلتر معناته كميه الشوائب بتزيد فبتنخفض النفلومتريك فاليو. كل ما كانت النفلومتريك فاليو اكبر كل ما كان ايش السائل صافي اكثر، خلينا نحكي هيك، او الديجري اوف كلاريتي اكبر كل ما زادت النفلومتريك فاليو. طيب اذا هنا هاي الرسمه، خلينا نشوف هاي الرسمه، بدنا نستر الاوبريشنز توتال فوليوم اوف فلتريت والتايم. طبعا حجم الفلتريت زي ما احنا شايفين مش لينير، توتال فوليوم اوف فلتريت وذ تايم اتس نون لينير ريليشن شيب. ليش؟ لانه الريت اوف فلتريشن ديكريسز وذ تايم، يعني مع الوقت سرعه الفلتره بتقل. بنبدا اول شيء بكميه انتاج عاليه، بعد هيك بتقل سرعه الانتاج نتيجه لانه الفلتر ميديا خلينا نحكي بيزيد الريزيستنس تبعه اثناء عمليه الفلتريشن وبالتالي بتقل الريت اوف فلتريشن. فالعلاقه ما بين التوتال فوليوم اوف فلتريت والتايم از نوت لينير، زي ما احنا شايفين هيك في هنا، هذا نتيجه لانخفاض الريت اوف فلتريشن اثناء عمليه والبروجريس اوف فلتريشن. لكن اذا رسمنا اللوغاريتم التوتال فوليوم واللوغاريتم التايم تطلع لنا العلاقه لينير. الستيريل اوبريشنز الان احنا الهدف انه احنا نشيل كل البارتيكلز اللي هي السايز لها اكبر من 0.2 مايكرومتر او 0.45 مايكرومتر، وبالتالي احنا بنشيل كل النون بكتيريا والنون فانجاي من الفورميليشن. In this porosity range membrane filters may clog rapidly and the pre-filter is used to remove some colloidal matter to extend the filtration cycle. يعني هاي طبعا الفلتر ميديا بده يكون الاوبننج لها صغير كثير، وبالتالي لحمايه الفلتر ميديا لازم انه احنا نعمل بري فلتريشن على يعني فلترز الاوبننج لها اكبر. High viscosity or abnormal contaminant levels are the primary restraints to the use of membranes. An extremely large filtration area is needed for practical flow rates. Oil and viscous aqueous liquids are heat sterilized whenever possible. لأن هذول المواد لزجة، اللزوج العالي بتقلل الفلو ريت بشكل كبير. These solutions are usually clarified through coarser non-sterile membranes, preferably prior to heat sterilization. Paraffin oils can be successfully filtered through 0.2 micron membranes after heating to reduce viscosity. زي ما حكينا قبل هيك. الآن the basic elements of any sterile operations، يعني بعض المعلومات العامة المتعلقة بعملية sterile filtration. All apparatus should be cleaned and sterilized as a unit. يعني نفس الوحدة لازم تكون الفلتر لازم يكون معقم أثناء عملية أو عند بداية عملية الفلتريشن. Filtration should be the last step in processing. مباشرة قبل التعبئة. The filter should be placed as close as possible to the point of use of final packaging. برضو مباشرة قبل التعبئة يفضل أن تكون عملية الفلتريشن. In serial filtrations only the final unit need to be sterile. يعني إذا بنعمل pre-filtration بس الوحدة الأخيرة لازم تكون sterile. Sterile filtration should always be a pressure operation. يعني احنا دائما بنعمل السائل بيندفع باتجاه الفلتر ميديوم، ما بنعمل فاكيوم، افضل يعني بيعطي انتجريتي افضل للممبرين او للفلتر ميديوم. الانتجريتي تيستينج الان خاصه بعمليه الستيريل فلتريشن عشان نضمن انه الفلتر ميديوم ما
ما انثقب او ما صار فيه مشكله، فيفضل انه ينعمل انتجريتي تيستينج، او يعني لازم ينعمل انتجريتي تيستينج، يعني خلينا نحكي بفحص معين بدل على جوده الفلتر ميديوم او الممبرين قبل بدايه الفلتريشن وبعد الانتهاء من الفلتريشن، حتى نضمن انه البروسيس از يعني went fine. This is especially important in sterilization filtration, where even a few microorganisms passing through a crack in the filter could be disastrous. An integrity test is a non-destructive test used to predict the functional performance of a filter. زي ما حكيت ممكن نعمل قبل وبعد عملية الفلتريشن حتى نضمن إنه الأمور مشيت بشكل جيد. الآن أنواع الفلترز اللي هي ممكن تستخدم بالصناعة الدوائية، يعني من أكثر الأنواع اللي هي انتشاراً اللي هي فلتر بريس، بليت أند فريم فلتر بريس. الآن البليت أند فريم بيكون هذا، يعني خلينا نحكي الصورة هاي بتبين جزئية، لكن أنا بقدر أتحكم بعدد البراويز هاي. هذا برواز، البرواز بيكون جواته الفلتر ميديوم، هذا يعني بقدر أشيله أنا، البرواز ثابت اللي هو الفريم، لكن البليت هاي الداخلية أنا بغيرها بعد كل فلتريشن، بشيلها وببدلها. الآن عملية مرور السائل، في عندي خلينا نحكي الفلتريشن، السائل بمر من الثقوب، في ثقوب هون، شايفين هاي الثقوب هون، ثقوب هون، فالسائل بمر من الثقوب، ممكن يكون في ثقوب يعني بمر من السائل من هون وباتجاه معين، وبعدين بيندفع السائل جوا البليت بالداخل، بتم الكوليكشن لإله من الجهة الثانية، من ثقوب ثانية موجودة بالجهة الثانية. فإذا بتحكم أنا بعدد الفريمز والبليتز، إذا بدي سيرفيس أريا أكبر وفلتريشن بزيد عدد الفريمز والبليتز الموجودة عندي على الجهاز، وهذا بيعطيني فلكسيبيليتي بالاستعمال، بتحمل ضغط عالي برضه. ديسك فلترز هاي ممكن يعني أكثر شيء تستخدم ممكن بالمختبرات، بنحط الفلتر ميديوم جوا الديسك. إذا الفلتر ميديوم اللي هو عبارة عن ديسك شكله، بنحط هنا وبنتركب على السرنج، يعني هذا بالمختبرات ممكن نستخدمه. في عندنا الكارتريج فلترز هاي ممكن استخدامها برضو، ممكن نزيد السيرفيس أريا، وزي ما حكيت لكم أكثر شيء اللي هو الفريم أند بليت أو البليت أند فريم فلتر بريس، هذا أكثر شيء يعني بالنون ستيريل أوبريشنز مستعمل. الستيريل أوبريشنز لا، في لها وحدات متخصصة. هيك بنكون كملنا اللي هو جزئية الفلتريشن. في حدا عنده سؤال أو استفسار؟